مساء الخير، أنا سامية وجي، والنهاردة هرشح لك ترون أنيميشن. أول ترم عندنا واللي هو الأنيميشن، وقال لك إن ده it's an illusion أو a perception of motion. طب برضو يعني إيه؟ ده معناه إن في صور كتير جدا بتتلعب قدامنا في نفس اللحظة، فبالتالي بتهيئ لعين المشاهد إن في حركة بتحصل قدامه، لكن في الحقيقة هي ما بتكونش حركة. وعندنا في الانيميشن في ثلاث انواع، او لكن ما دقه اكتر في ثلاث مستويات، واللي هما البيسك انترميديت والادفانسد. اول حاجه واللي هو البيسك انيميشن، وده موجود في ابسط حاجات احنا بنستعملها مثلا كطلاب، اللي هي الباوربوينت برزنتيشنز، وحتى حاجه تانية بنشوفها كتير جدا على السوشيال ميديا اللي هي الموفينج تاكست. وعندنا بعد كده تاني مستوى اللي هو الانترميديت، ده اللي بيستعمل في كارتونز، وده بيكون فيه مؤثرات مميزة وبتلعب فيه بالألوان، وكمان ممكن يكون applied لجرافيك أو فيديو أو موفي. وآخر مستوى عندنا هو الادفانسد ليفل، وده أصعب مستوى في الانيميشن اللي ممكن حد يقدر ان هو يعرف يعمله، لأنه بتطلب مهارة عالية جداً، وده اللي بيستعمل في الانيميتد موفيز المشهورة والكبيرة جدا زي مثلا توي ستوري او حتى اباكس لايف. وزي ما معروض قدامنا دلوقتي فدي سينز من فيلم توي ستوري 2 و 4. نتكلم بعد كده شوية عن 2D animation، وده في حاجتين، السيل animation والباث animation. السيل animation اللي بيعتمد ان الصورة الخلفية او background image بتفضل ثابتة، والمتغير بس هي الفريمز اللي بتتلعب في الثانية. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا في قدامنا دي الباكراوند ايمج اللي هي لونها نوعا ما ازرق دي ثابتة، لكن اللي بتغير بس هي الفريمز بتاعت حركة الايد والكتاب الصغير اللي في ايده دي. وبعد كده عندنا الباث انيميشن، كلمة باث بمعنى طريق، فبالتالي دي الانيميشن اللي بيعتمد على ان الاوبجكت او الشيء بيتحرك في طريق معين، وان الممكن ان حجمه يكبر او يفضل زي ما هو او حتى acceleration. هنتكلم بعد كده عن 3D modeling و rendering. و 3D modeling ده بيكون نمزجها ثلاثية الابعاد لشيء معين، وده بيستعمل فيه computer programs معينة، وال rendering ده بيستعمل برضو فيه programs زي المايا وال 3D studio max. وزي ما بيحصل في الكوبايه اللي قدامنا دي بيحصل عمليتين، ال modeling و rendering. اخر حاجة هنتكلم عنها في الفيديو اللي هي استعمالات الانيميشن، ممكن يستعمل مثلا في هدف فني او حتى في الستوري تيلينج، ان احنا نحاول نروي قصة. واخر حاجة انه ممكن يستعمل بهدف علمي او بهدف طبي.